شاهد لحظة غضب كريستيانو رونالدو على الحكم. هذا ما يحدث عندما يتشاجر اللاعب والحكم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. بالطبع تحدث الكثير من الأخطاء في عالم كرة القدم، والحكام يقومون بإعطاء اللاعبين إما البطاقات الصفراء، وإذا حدثت مشادة يعطونهم البطاقة الحمراء. وبالطبع كل اللاعبين دائما ما يعترضون على الحكام، لذا في هذا الفيديو سنشاهد ما الذي يحدث عندما يتشاجر اللاعبون والحكام. لنبدأ. هنا تياغو الكانتارا ذهب ليجلب الكرة، فتابع الحكم كيف قام بتنطيط الكرة بشكل جميل، الأمر الذي أعجب الكانتارا وانبهر به. هذا اللاعب كان يمسك خصمه من التيشيرت، وهنا أتى ليطالب الحكم بإعطائه البطاقة الصفراء، لكن الحكم لم يكترث إليه. يقوم اللاعب بالتصفيق للحكم ليستفزه، فأعطاه الحكم البطاقة الصفراء بسبب هذا الأمر، ثم عاود اللاعب الأمر بهذا الشكل ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية، ثم يتم طرده بالبطاقة الحمراء. راجك المعلنة عن تسلل، وبدلا من أن يصرخ عليها اللاعب ويطالب بحقه، تابعوا كيف قام باحتضان حكمة الراية. لاحظوا ميسي وهو يسب أم الحكم عندما انتهت هذه المباراة. بعد أن أسقط هذا اللاعب خصمه أرضا أمام منطقة الجزاء، تابعوا الحكم كيف أتى ليعطيه البطاقة الصفراء، وهنا اللاعب وبدون قصد ضرب الكرت الأصفر من يد الحكم ليسقط، فيقوم الحكم باعتبار هذه الحركة إهانة له، فيعطي اللاعب البطاقة الحمراء. بينما يجري هذا اللاعب، تابعوا كيف ارتطم بالحكم وأسقطه أرضا بهذه الضربة القوية. هنا نيمار بمشادات حادة مع الحكم، يمكنكم أن تتابعوا كيف يقول له أنه لم يلمس اللاعب، يصفر الحكم عليه بطاقة صفراء عندما كان نيمار يتقاتل. يمكنكم أن تشاهدوا هذه المشادة بينهما. لنتابع حكمة الساحة هذه وكيف كانت تحاول استفزاز لاعب الخصم بالاقتراب منه، ثم تخرج منديلها، وظن اللاعب أنها ستعطيه البطاقة الصفراء، لكنها أخرجت المنديل ومسحت عرقها. يجري هذا اللاعب ويقوم بتعريض الكرة لترتطم بقدم لاعب الخصم ثم بقدم حكم الراية المسكين هذا، ليتعرقل ويسقط أرضا. لنتابع هذا اللاعب ودون قصد كيف ضرب حكمة الساحة على صدرها بهذا الشكل. تقدم كافاني وسدد ركلة الجزاء، وكما الاعتياد ذهب ليحتفل بإطلاق القوس، فاعتبر الحكم أنها حركة لإطلاق سلاح، فأعطى اللاعب كافاني البطاقة الحمراء لهذا الفعل. في لقطة غريبة للغاية في مباراة للمنتخب أو لأساطير المنتخب البرازيلي، تابعوا كيف أعطت الحكمة ريكاردو كاكا البطاقة الصفراء بعد أن أوقفته وقامت بأخذ صورة سيلفي معه. يبدو أن البطاقة الصفراء كانت كنوع من المزاح. هنا يمكنكم أن تركزوا على هذا اللاعب كيف قام بالتدخل على خصمه أو محاولة إسقاطه، فأسقط معه حكم الساحة بهذا الشكل. يمكنكم أن تتابعوا هذه العرقلة القوية، ويبدو أن الحكم سالت دماؤه، وهنا اللاعب يمازح الحكم ويعطيه البطاقة الصفراء بهذا الشكل المضحك. ركزوا على هذه الحكمة وكيف تنظر على ملابس اللاعب الداخلية أثناء محاولة تبديله وإدخاله إلى المباراة. أتى مروان في اللايني لنقاش الحكم، فتابعوا كيف خاف الحكم من حجم شعره كما ترون. يمكنكم أن تتابعوا زلاتان هنا وكيف يقوم بإعطاء تعليمات إلى حكم الساحة. هنا تقدم خماس رودريغيز ليضرب باللاعب، وهنا الحكم أعطاه البطاقة الصفراء، ليقوم خماس بضرب الحكم على يده بهذا الشكل، فيتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويخرج من الملعب. لقطة غريبة حقا. ما إن أعلن الحكم هنا صافرة النهاية، تابعوا كيف تقدم هذا اللاعب للقتال معه، فتلقى البطاقة الحمراء مباشرة من حكم الساحة.
هنا في مباراة الكلاسيكو سقط كريستيانو رونالدو داخل منطقة الجزاء دون أن يلمسه أحد، ليقوم الحكم بإعطاء رونالدو البطاقة الصفراء الثانية الطريقة كما ترون. لنركز معا هنا كيف قام هذا اللاعب بالتقدم وعرقلة لاعب الخصم وإسقاطه أرضا، ليأتي الحكم ويعطي اللاعب البطاقة الصفراء، فيقوم اللاعب بدفع الحكم بهذا الشكل، ما اضطر الحكم أن قام بإعطائه البطاقة الحمراء مباشرة. سدد لاعب أرسنال الكرة والتي ارتطمت بالكون أغويرو، ولكن وهو خارج الملعب فتابعوا أغويرو كيف يتحدث إلى حكمة الراية والتي لم تنصت إليه، فقام بجذبها من عنقها بهذه الطريقة. احتسبت حكمة الراية هذه تسللا على اللاعب، فتابعوا الأخير كيف أتى ليصرخ بوجهها وكاد أن يقوم بالعراك معها لولا أنها أنثى، فتابعوا كيف أتى إليه حكم الساحة وأعطاه البطاقة الصفراء، وهنا زميله يشير لحكمة الراية أنها مخطئة. هنا اللاعب رونالدو قرر مراوغة لاعب برشلونة فسقط داخل منطقة الجزاء، يأتي الحكم ويعطيه البطاقة الصفراء للتمثيل، فينتقم منه رونالدو بهذه الطريقة بإذ مر من جانبه ليقوم بيول بوضع قدمه بهذا الشكل، فيسقط الحكم أرضا. لنتابع هنا في هذه المباراة في الدوري الألماني كيف تقدم هذا اللاعب ومرر الكرة إلى زميله في العمق، ليقوم الدفاع بإبعاد الكرة فترتطم بحكمة الساحة لتصل إلى هذا اللاعب الذي سددها، فارتطمت بقدم هذا المدافع ونزلت لوب في الشباك، وهنا اللاعب أتى ليلوم حكمة الساحة لوقوفها بهذا الشكل، ولكن قانون كرة القدم يعتبر حكم الساحة لاعبا مثل أي لاعب في الملعب. في هذه المباراة لفريق باريس سان جيرمان ونانت يمكنكم أن تركزوا على لاعب نانت والذي كان يتقدم بشكل عفوي، فتعرقل بحكم الساحة بهذا الشكل، فيمكنكم أن تتابعوا حكم الساحة كيف وقف وقام بضرب اللاعب على قدمه، ومن ثم قام بطرده بالبطاقة الحمراء. حدث غريب للغاية. لنركز على حكم الساحة هنا والذي ترك التحكيم وأخذ الكرة وقام باللعب بها قليلا، وبعد ذلك أخذ يراوغ اللاعبين، لكن يبدو أن لاعب توتنهام لم يعجبه الأمر وقام بعرقلة الحكم، ليأتي الحكم إليه ويقوم بدفعه بهذا الشكل المضحك. تابعوا هذه اللقطة الطريفة والظريفة من هذا الحكم. في هذه المباراة والتي جمعت منتخب مصر ومنتخب السنغال، لنتابع هنا صراخ محمد صلاح على الحكم بعد أن سقط لاعب المنتخب المصري على الأرض، وهنا يمكنكم أن تتابعوا كيف أتى الحكم وأعطى اللاعب البطاقة الصفراء ويطالب محمد صلاح بأن يقوم بتهدئة صوته، ثم أعطى الصفارة والبطاقة إلى محمد صلاح وقال له ما رأيك بالتحكيم بدلا عني. في هذه اللقطة تقدم أردا توران وعرقله لاعب الخصم بجانب حكم الراية والذي كان قريبا، ولم يحتسب خطأ على أردا توران بل احتسب كرة التماس عليه، فتابعوا أردا توران كيف صب جام غضبه عليه بهذا الشكل وقام بدفعه بهذه الطريقة. في هذه المباراة والتي جمعت برشلونة وفريق تشيلسي، تابعوا كيف ارتدت الكرة من فريق برشلونة إلى لاعب تشيلسي والذي سدد الكرة لترتطم بيد لاعب برشلونة ولكن من الأسفل، وكان الحكم محقا في هذه اللقطة لأنه لم يحتسبها ركلة جزاء. وهنا ركزوا على لاعب تشيلسي وكيف يطالب الحكم ويقول له أنت غشاش، وهنا دروغبا يلاحق الحكم ويحاول أن يقوم بالقتال معه. لنركز هنا على نيمار وكيف ذاق ذرعا بحكم الساحة الذي أتى وطلب منه نيمار بعدم لمسه، وهنا يمكنكم أن تتابعوا هذه المناوشات التي استمرت إلى غرفة تغيير الملابس، وهنا مارسيلو قام بسحب نيمار حتى لا تحدث مشكلة. تلقى هذا اللاعب البطاقة الصفراء من الحكم، فأتت عنده الكرة فتظاهر أنه سيقوم بتسديدها، فاعتبرها الحكم إهانة له فقام بإعطاء اللاعب البطاقة الحمراء على هذا الفعل. لنركز هنا على هذا الحكم والذي يطالب زلاتان بالتقدم إليه، وهنا يشير لزلاتان بهذا الشكل ويتقدم إلى أن وصل زلاتان، وزلاتان هنا بقي واقفا ولم يتقدم ليكلم الحكم. تقدم هذا اللاعب بهذا الهجوم وأسقط لاعب الخصم، فقام الحكم بإيقاف المباراة وأعطى اللاعب البطاقة الصفراء،
فتابعوا اللاعب كيف كاد يريد أن يرمي الكرة على الحكم ولكنه لم يفعل، فركزوا كيف رجع إليه الحكم وقام بإعطائه البطاقة الحمراء لأنه قام بالإشارة بالكرة عليه. في هذه المباراة تلقى اللاعب البطاقة الصفراء لخطأ قام بعمله، وهنا يشير الحكم بكلتا يديه بهذا الشكل الغريب إلى أن قام الحكم بهذا الشكل بالتعص منه وإعطائه البطاقة الحمراء. يمكنكم أن تتابعوا كيف يقوم الحكم بتقليده أو داس لاعب برشلونة على قدم أردا توران ليفتك منه الحذاء، فتابعوا أردا توران كيف قام برمي الحذاء على الحكم، ولكن الأخير لم يكن منتبها إليه ليأتي حكم الساحة ويعطي أردا توران البطاقة الصفراء. هنا تدخل من لاعب المنتخب الأوروغوياني على لاعب المنتخب البرتغالي ليأتي رونالدو ويصرخ على الحكم فيتلقى البطاقة الصفراء بسرعة بسبب هيجانه على الحكم بهذا الشكل. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.